ومعلوم أن الإنسان لا بد له من الطعام والشراب، لا بد له من الطعام والشراب ليقيم بدنه، وتعاطي الأكل والشراب هذا له مراتب، بينها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: ومراتب الغذاء ثلاثة، أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. فثمة أيها الإخوة الاكتفاء بلقيمات، الاكتفاء بلقيمات يجد بها المرء قوته، ويدفع بها الهلاك عن نفسه، ويتقوى بها على الطاعة، فهذه تكفيه. فإذا أكل لقيمات وجد بها القوة، وخصوصا التقوي على طاعة الله عز وجل، ودفع بها الهلاك عن نفسه، فهذا اكتفاء، فهذه مرتبة من المراتب، وهي مرتبة الاكتفاء باللقيمات. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم أكلات يقمن صلبه، أي يقمن ظهره، أي ما يحفظه من السقوط ويتقوى به على الطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم هذا، لقيمات وأكلات يكون بسببهما وجود، بسببها وجود القوة، ويتقوى بها على الطاعة. ثم إن تجاوز اللقيمات، وهذه المرتبة أخرى، إن تجاوز اللقيمات قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: فإن كان لا محالة، يعني من تجاوز ذلك، من تجاوز اللقيمات والأكلات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أكلات يقمن صلبه، من تجاوز ذلك قال: فثلث، ثلث من بطنه أو من أمعائه يجعلها لطعامه، وثلث يجعله لشرابه، وثلث يتركه لنفسه، يتركه لنفسه يتنفسه. وهذا غاية ما اختير للأكل وهو أنفع. يعني إذا لم يكن ثمة اقتصار على اللقيمات فإن للمرء أن يأكل بهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وهو من أنفع ما يكون، أن يملأ، أن يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فالكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة، فإن كان لابد من الزيادة على الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن للأكل والشرب، ثلثي البطن للأكل والشرب، والآخر يبقى للنفس كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا جمعا بين المرتبتين، كفاية تحصل بها أو يحصل بها بقاء الحياة ووجود القوة التي يتقوى بها المرء على الطاعة، فإن كان ولا بد من زيادة على ذلك، على هذه الكفاية، فليكن في حدود ثلثي البطن لأكله وشرابه، وأما الثلث الآخر فلنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم، وثلث لنفسه، قال وثلث لنفسه عليه الصلاة والسلام. وفوق هذا الشبع، فوق هذا الذي ذكر صلى الله عليه وسلم الشبع الذي أشار إليه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن إذا ملأه. والشبع هو حد امتلاء البطن، امتلاء البطن من الطعام، هذا هو الشبع. وامتلاء البطن من الطعام هذا هو المضر بالقلب، بل ومضر بالبدن أيضا، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. امتلاء البطن من الطعام هذا هو المضر بالقلب والمضر بالبدن، ولكن هذا إذا كان دائما أو كان أكثريا، إذا كان أكثر أكل الإنسان الشبع، أو دائما إذا أكل شبع، فهذا الذي يكون مضرا بالقلب والبدن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا كف عنا جشاءك، أي هذا نهي عن الجشاء، ينهاه عن الجشاء. والحقيقة كما قال المناوي رحمه الله: النهي عن الجشاء هو نهي عن سببه وهو الشبع،
فهذا نهي عن الشبع. ثم قال المناوي رحمه الله: لأن من كثر أكله كثر شربه، فكثر نومه، فكسل جسمه، ومحقت بركة عمره ففتر عن عبادة ربه، فلا يعبأ يوم القيامة به، فيصير فيها مطرودا حيرانا أو مطرودا جيعانا حيرانا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أطولهم جوعا يوم القيامة. فأنا ذكرت بأن الشبع مضر بالقلب والبدن، ولكن قلت هذا إذا كان دائما أو أكثريا، لأجل ما ثبت في السنة مما يدل على جواز الشبع. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فكان أن أعدت أم سليم طعاما ودعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فكثر الله ذلك الطعام. ومما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من كان معه أيضا إلى ذلك الطعام، حتى صار يقول صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. والشاهد في الحديث أن هؤلاء شبعوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على جواز الشبع. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه فقال: باب من أكل حتى شبع. ومما أورده أيضا تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. فقالت: حين شبعنا، أي أنهم شبعوا، وهذا مما يدل على جوازه. ومثله أيضا حديث أبي هريرة لما سقى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أهل الصفة لبنا، فكان أبو هريرة معهم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ليسقي القوم، قال أبو هريرة: فسقيتهم حتى رووا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة. قال: شربت. ثم قال: اشرب، فشربت. ثم قال: اشرب، فشربت. ثم قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. والحديث عند الإمام البخاري. والشاهد أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، مما يدل على أنه شبع، وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه الأحاديث تدل على جواز الشبع. ومن ثم قال أهل العلم: يجوز الشبع أحيانا جمعا بين الأحاديث، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم وذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أي أنه يجوز الشبع أحيانا جمعا بين الأحاديث، في أن المرء يترك الشبع إذا أكل، وإذا شبع أحيانا فإن هذا جائز. ومن أهل العلم من يقول بأنه يجوز الشبع مطلقا، وقيدوه إذا كان من غير مضرة. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أقوال لأهل العلم في فتح الباري، فقال: قال ابن بطال: في هذه الأحاديث جواز الشبع، وأن تركه أحيانا أفضل. هذا عن ابن بطال، يرى جواز الشبع وتركه أحيانا أفضل، فإذا شبع الإنسان أحيانا فهذا لا بأس به. هذا كما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن جرير الطبري قال: قال الطبري: غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا ينتهي إليه، وما زاد على ذلك فهو سرف، والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه. وهذا للقول الآخر الذي يرى بجواز الشبع مطلقا،
لكن قيدوه من غير مضرة. فإذا كان إذا أكل وشبع هذا يدفعه إلى طاعة الله سبحانه ولا يشغله عن أداء الواجب، فيرون بأن هذا جائز ولا بأس به، لكنه إذا بلغ إلى حد يضره فإنهم يمنعون ذلك. ثم نقل ابن حجر رحمه الله عن القرطبي أبي العباس في المفهم قال: قال القرطبي في المفهم لما ذكر قصة أبي الهيثم إذ ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه الشاه فأكلوا حتى شبعوا. قال القرطبي: وفيه دليل على جواز الشبع. ثم قال: وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل، وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة. فهو يرى أيضا بجواز الشبع، أعني أبا العباس رحمه الله القرطبي يرى بجواز الشبع، لكن محمول، ولكنه حمل النهي عن الشبع الذي يثقل المرء ويقعده عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل كما ذكره رحمه الله. وهذا نستفيد منه أن ما زاد على الشبع حتى يصل إلى التخمة المؤذية فهذا ينهى عنه، ولهذا قال هنا: وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة. فالزيادة على الشبع حتى يصل المرء إلى التخمة التي تؤذيه وتقعده عن أداء الواجب فهذه منهي عنها. ولهذا قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عند قول صاحب المتن: وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، قال الشيخ ابن العثيمين: أي أن ذلك يكره. قال: وعلامة الأذى، يعني علامة كثرة الأكل التي تؤذي، وعلامة الأذى أن يضيق النفس ويتعب عند القيام والاضطجاع وما أشبه ذلك. قال: واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا حرام وهو الصواب، فلا يجوز، والكلام للشيخ العثيمين رحمه الله، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه، فعندنا أن الخير للإنسان أن يقل من الطعام ويكتفي بما يجد به قوة فيأكل قليلا، ثم إذا احتاج إلى الطعام أكل مرة أخرى، ولو تعدد أكله لمرات في اليوم، ولو أكل 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات، يعني يأكل قليلا، فإن احتاج إلى الطعام زاد مرة أخرى وأكل، فهذا خير له. ثم إن له أن يشبع أحيانا، ولا ينبغي أن يصل شبعه إلى حد التخمة التي تؤذيه، فهذه منهي عنها. من أهل العلم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى التحريم كما ذهب إلى هذا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. ولا شك أن الأخذ بالهدي النبوي أسلم وأنفع، فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه، وهذا فيه الحث على التقليل من الطعام، أي يحث النبي صلى الله عليه وسلم على التقليل من الطعام، فهذا أنفع للإنسان. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، ومما قيل كما ذكر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله قال: قيل المراد حظ المؤمن على قلة الطعام، المراد حظ المؤمن على قلة الطعام، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، وصفة الكافر أنه يأكل كثيرا، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فقلة الطعام أنفع، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة الطعام فيها منافع،
منها ما نقله القرطبي أبو عبد الله في تفسيره قال: قيل في قلة الأكل منافع كثيرة، منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا. ومن أعظم فوائد قلة الطعام انتفاع القلب بذلك، وهذا هو الشاهد الذي نتكلم عنه في مقام شرحنا لهذا الكتاب، حيث أن ابن رجب رحمه الله ذكر بأن كثرة الأكل هي من أسباب قسوة القلب، فإن من أعظم فوائد قلة الطعام والأكل انتفاع القلب بذلك. قال الحسن البصري رحمه الله: من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه، من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف بطنه، أي يقل الطعام. المراد بقوله فليأكل في نصف بطنه يعني لا يملأ بطنه ولا يكثر من الأكل. وأما كثرة الأكل فإنها تسبب قسوة القلب كما ذكر ابن رجب هنا. وقد قيل: البطنة تذهب الفطنة. وقيل أيضا: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. فالشاهد من هذا كله أحسن الله إليكم أن كثرة الأكل هي من أسباب قسوة القلب.